اللي وقعد الناس قايسون بلاصي، جيت قلت لهم ممنوع البلايص تما، خرجوا جا واحد بدا كيتسدد عليا، جا ضربني. من الوقت اللي ضربني يلاك سبا ندافع على راسي شويه، كنشوف عصابه دارت فيا. الوقت اللي بانوا لي خارجين من هنا من قدام المرصق، الباب ديال المرصق، غاديين بالسيوفه غاديين كيجريو مخازنيه تابعينهم. خويا دخلت واحد العصابه قبيله جوج طونوبيلات بالسيوفه ديالهم وشيروا على المخازنيه بالسيوفه، وحنا بغينا هنا شويه الامن، راه ما كاينش الامن. ثمانية كل اربعه في طونوبيل، الطونوبيلات دوبل في كليو، داو الناس كيشدوا بنا كيكريسوا صحه عين بين. ايوا هادشي اللي وقع اخويا، وتبعوهم وتبعوهم تبعناهم وكذا، والناس الحواته وكذا، وما والمخازنيه وداروا مجهود وما وهربوا. وجبدوا السيف على واحد المخزني معنا هنايا، كانوا غيضربوه، وكان عليه من الشفاره او من الشفاره بزاف، كيدخلوا كيجلسوا عباد الله صحانه كيديو لي رزقو، فهمتي؟ بالسيوفه كيدخلوا بالسيوفه كيجلسوا عباد الله كيديو لي رزقو صحه. بغينا الامن اللي يكون يحضر البوليس هنا، فهمتي؟ راه ما كاين والو اخويا، فهمتي؟ وحنا داخلين بحال داخلين شي رحبه، حاجه شي رحبه ديال البهايم، فهمتي؟ كنخسروا رزقنا كنبيعوا، ما كاين والو، ما كاين والو، ما كاينش اللي يحمينا حنا والو. البارح الوالد اخويا كان دايز من حدا حي لا مريم بعد السطوب، بغاو يكريسيو الشفاره، كثروا بزاف عندنا وما كاينش الامن. خاصنا اخويا حطوا لنا الامن، طوقوا الدنيا بالامن، ولو كيدخلوا على عباد الله هنا بالسيوفه. هادو ما كانت 8 راه بزاف داخلين 8، خاص القضيه تطوق شويه بالامن. الناس راه كيهز معاها رزقو، يقدروا اخويا يكريسيو، يقدروا يقتلوه، بزاف هادشي. انا اخويا بغينا يدير لنا حل هاد السوق هذا.